طيب يلا نروح نشوف سريعا اخبار النادي الاهلي على المواقع ونرجع مره ثانيه. الأهرام سبورت، الخطيب يوجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية. يلا كورة، الكافي يعلن رسميا عن عقوبات ضد الأهلي بسبب جماهيره. الشروق، كارتيرون يدرس ملف المستبعدين من رحلة لبنان. صدى البلد محمد يوسف، أغلقنا ملف البطولة العربية وتركزنا في مباراة وفاق سطيف. الوطن سبورت، طبيب الأهلي تحسن ملحوظ في حالة أجاييه، إن شاء الله يعود سريعا. بوابة أخبار اليوم، أحمد حمودي يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم. حمودي عنده برد فإن شاء الله يكفي بسرعة. الموقع الرسمي للأهلي، تدريبات بدنية مكثفة للاعبي السلة في تنزانيا. الموقع الرسمي للأهلي، فريق اليد يواصل الاستعدادات لبطولة أفريقيا.